نحيي منظمة مجاهدي خلق التي دفعت الناخبين بالعزوف على الانتخابات الصورية لرأس النظام الإجرامي الإيراني الجديد. فإن نهنئ الشعب الإيراني على خذلانه للنظام ورفضه المشاركة الواسعة. الحقيقة احتفالية الميليشيات الشوارعية في بغداد وبعض المحافظات العراقية وهي تتجول في شوارع العراقيين وترفع صور مجرم الرئاسة الإيراني الجديد وبرقيات التهنئة التي أرسلها رموز النظام الإجرامي في العراق يثبت بأن المنطقة مقبلة على تطورات إجرامية ضد كل الساعين للتحرر في إيران والعراق وبقية دول المنطقة. وأريد في مشاركتي هذه أن ألفت عناية الرأي العام العراقي والإيراني إلى أن التنافس بين رموز الإجرام في العراق ببعث برقيات التهنئة الكاذبة التي أثارها انتخاب المجرم الرئيسي ومنها بيان التهنئة الذي أصدره مجرم القضاء العراقي فايق زيدان وهو يعلن على الشعب ومنافسيه داخل القضاء وخارجه بأنه يرتبط مع الرئيس الجديد بصداقة حميمية لترهيب خصومه. بالنهاية قدرت منظمة مجاهدي خلق بكشف وتصعية قضية رئيسه وتحويله من انتصار للرئاسة إلى رجل إجرام إيران ضد المعارضين قد زعزع شرعية النظام الإجرامي في إيران أمام العالم وسيحرج النظام أكثر وأكثر إذا نفذت منظمة مجاهدي خلق مشروعها بمتابعة قضية إجرامه أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية. تحية للمنظمة مجاهدي خلق وتحية للشعب الإيراني الذي خذل نظام ولاية الفقيه وتحية لكل الأحرار في العراق وكل دول المبتلية بإجرام النظام الإجرامي في إيران وأن الناصر على الظلم والباطل قريب إن شاء الله.